مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن تشكيل التحالف العربي لجنة تحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان خلال العمليات التي ينفذها في اليمن. أعلن التحالف العربي تشكيل لجنة خاصة بالتحقيق بتلك المزاعم بالتعاون مع اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والآليات الأممية المعنية، وسيعكف الخبراء على إعداد تقارير موسعة وتحسين آليات العمليات، وفق المتحدث باسم قوات التحالف الذي أعلن تشكيل لجنة مستقلة ستكلف بالتحقيق في تجاوزات ارتكبت بحق المدنيين. وبعدما قال إن سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات أمر غير مقصود، كشف المتحدث باسم قوات التحالف عن تحسين آليات الاستهداف بما يسمح بتقليل حجم الخسائر في صفوف المدنيين. يأتي هذا التوجه من قبل التحالف بعد تصاعد الانتقادات الموجهة من المنظمات الدولية تجاه العمليات التي ينفذها في اليمن والتي أدى بعضها إلى سقوط مدنيين. في الأسبوع الماضي كان البرلمان الأوروبي يصدر بيانا ينتقد فيه عمليات التحالف العربي في اليمن ويدعو إلى تشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم استهداف المدنيين الذي يرافق العمليات الجوية التي ينفذها التحالف، فيما كان فريق خبراء أممي يوصي مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول ما أسماها التقرير فظاعة يرتكبها المتحاربون في اليمن، والذي ركز في تنديده على الغارات الجوية التي يشنها التحالف الداعم للشرعية في اليمن. وفيما يرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة من قبل التحالف ستسهم في الحد من سقوط مزيد من الضحايا المدنيين، فإن بعضهم لا يرون في هذه الخطوة أي فائدة لربط عملها بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان الوطنية وليس بلجنة محايدة بحسب رأيهم. بيان التحالف سيكون موضوع حلقتنا لهذا المساء، وسنناقشه في محورين: أولهما عن دلالات هذه الخطوة وعلاقتها بالضغوطات التي يتعرض لها التحالف، والثاني سنتطرق فيه إلى جدوى هذه الخطوة وكيف ستنعكس على الأرض. سيكون معنا من الرياض الكاتب السعودي سليمان العقيلي، ومن القاهرة الناشط السياسي حمزة الكمالي، فيما سيكون معنا من صنعاء مدير منظمة مواطنة لحقوق الإنسان عبد الرشيد الفقيه. قبل أن نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام، نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود نتابع. بعد تزايد الانتقادات التي تتعرض لها عمليات التحالف العربي في اليمن واتهامه باستهداف المدنيين، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن عن تشكيل فريق تحقيق لتقييم الحوادث أثناء العمليات العسكرية والضربات الجوية التي تشنها المقاتلات منذ أواخر مارس من العام الماضي. وأكدت قوات التحالف في بيان لها الالتزام باحترام القانون الدولي الإنساني في عملياتها في اليمن، وشددت على اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين والفرق الطبية وفرق الإغاثة والصحفيين، معربة في الوقت نفسه عن أسفها لسقوط المدنيين في بعض العمليات التي تنفذها في اليمن. التعامل مع هذا الادعاءات التي تأتي يوميا سواء من مصدر إشاعات أو من منظمات أو من وسائل إعلام، شكلت الحكومة اليمنية لجنة وطنية محايدة للنظر في جميع هذه الادعاءات، ولأن لها القدرة ولها السيادة على التواجد داخل الأراضي اليمنية المحررة والخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية وإجراء التحقيقات بشكل منفرد. وبحسب البيان الصادر عن قيادة التحالف، فإن الفريق المكلف أو من ينوب عنه سيقوم بزيارات ميدانية للمواقع المراد التحقق منها ما أمكن ذلك لجمع الأدلة والبراهين والمعلومات بشأن كل حالة على حدة، وسيعمل الفريق بالتعاون مع اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تحت إشراف آليات الأمم المتحدة المعنية، ومنها فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات. وكان فريق من الخبراء الأمميين قد أوصى مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي ارتكبها أطراف النزاع في اليمن، منددين خصوصا بغارات جوية للتحالف استهدفت مدنيين، وأحصى الخبراء ما يقارب 120 غارة تضمنت انتهاكات لحقوق الإنسان، فيما كانت تقارير دولية سابقة أشارت إلى تعمد ميليشيا الحوثي والمخلوع تعريض المدنيين لخطر غارات التحالف من خلال تحويل بعض المنشآت المدنية إلى ثكنات عسكرية تعرضت لاحقا للقصف، مما تسبب بسقوط ضحايا من المدنيين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن من الرياض الكاتب سليمان العقيلي. مرحبا سيد سليمان. أهلا وسهلا، مساء الخير في لك ومشاهديكم الكرام. حياكم الله. أستاذ سليمان، في ظرف أسبوع كان هناك عدد من الانتقادات من البرلمان الأوروبي ومن فريق خبراء الأمم المتحدة،
يعني بنظرك هل تأتي هذه الخطوة من قبل التحالف تجنبا لمزيد من الضغوط أم كيف تقرأها بالضبط؟ يعني أولا واضح أنه التحالف العقابي بقيادة المملكة العربية السعودية واثق من نفسه، ولذلك دعا إلى تشكيل فريق تحقيق مستقل، وهو أيضا دعا كافة المنظمات الدولية للتجارة السعودية، وليس لديه ما يخفيه، مما يعطي الانطباع أنه القضية مسيسة لإخضاع السعودية التي تلقت خلال العام الماضي كثير من الضغوط، خاصة التي يعني تريد أن تتيح الفرصة للحوثيين أو تتيح الفرصة لمكاسب أكثر للحوثيين، وطبعا المملكة رفضت الضغوطات كافة. وعادة القوى الكبرى تتخذ من وسائل حقوق الإنسان أداة لتطويع من لا يوافقها أو من لا يتجاوب معها. والخطوة السعودية في الواقع هي تحرج مطلقي المزاعم والادعاءات، مع أن المتحدث باسم التحالف يعني أشار أنه الخطأ البشري وارد في العمل العسكري، وهو أقر بإصابة المركز الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود، وقد ثبت أنه ليس مستشفى كما روج ينوم فيها المرضى، أو وإنما مستوصف تابع لمنظمة أطباء بلا حدود في حيدان في صعدة، وأنه قد أصيب بفعل الشظايا التي تناثرت من هدف متحرك على الطريق المجاور للمستشفى، مما أثر فيه لأنه هو يبدو أنه كان منزلا مستأجرا لهذه المنظمة ولم يتحمل قوة الانفجار المجاور. يعني أنت أستاذ سليمان ترى أن التحالف يعني قام بسلاسة بعملياته في اليمن، لم يستهدف اليمنيين ولم تكن أخطاؤه بتلك الدرجة من التكلفة البشرية، أفهم منك؟ نعم، أولا لم يستهدف المناطق المدنية بما في ذلك ما قيل أو زعم أو أنها مدارس أو مستشفيات أو 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 مساجد أو غيرها من المناطق المدنية، وكذلك لم يضرب المدنيين بصفتهم مدنيين، وهو الآن يتعاون مع المنظمات الدولية. يعني التحالف دعا منظمة الأمم المتحدة للقدوم للرياض الأسبوع القادم، حسب معلوماتي أنها قادمة الأسبوع القادم. ما هذا يعكس أن التحالف ليس لديه ما يخفيه، ولكنه لن يركع للضغوطات حلفاء طهران، هذا الذي ينبغي أن يفهم. أما التحقيق في أوضاع المدنيين فهذا مرحب به، وأي خسارة لمدني سواء كان في اليمن أو كان في سوريا أو كان في العراق أو في أي يعني شبر من أراضينا العربية هي خسارة حقيقية لنا جميعا. ولكن في الواقع أنا أرى تمييز في التركيز الإعلامي والسياسي على السعودية وعلى حلفائها، وتمييع الوضع يعني هو الآن نحن نتحدث عن هذا الشأن باعتبارنا قناة يمنية، نركز على الشأن اليمني ونركز على السعودية باعتبارها قائدة التحالف العربي المناصر للشرعية. أستاذ سليمان أرجو أن أوضح لك نعم فهمت وصلت فكرتك فهمتها، لكن أرجو أن تبقى معي على الخط. ينضم إلينا الآن من صنعاء المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان أستاذ عبد الرشيد الفقيه. مرحبا أستاذ عبد الرشيد. مساء الخير عزيزي. حياكم الله أستاذ عبد الرشيد. أنت يعني تمثل منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، كيف تنظر وينظر المدافعون لحقوق الإنسان في اليمن لهذه الخطوة من قبل التحالف في تشكيل لجنة التحقيق هذه؟ أولا ينبغي التأكيد على أننا في منظمة مواطنة لحقوق الإنسان حققنا في خلال الفترة الماضية حول 44 ضربة جوية قتلت
نحو 615 مدنيا على الأقل، بينهم 220 طفلا و120 امرأة، وجرحت 678 مدنيا بينهم 167 طفلا و125 امرأة في 9 محافظات يمنية. المحافظات هي صنعاء وتعز ولحج وإب والحديدة وصعدة وحجة والبيضاء ودمار. هذه التحقيقات التي أجريناها ميدانيا من خلال باحثين ميدانيين واستعنا بخبراء، هذه كانت من طالت يعني الفترة من 26 مارس 2015 حتى نهاية أكتوبر 2015. هذه جزء من الصورة التي استطعنا الوصول لها، ولازلنا نحقق في المزيد من الوقائع لهجمات طيران التحالف، كما نحقق في وقائع هجمات قوات الحوثيين وصالح التي طالت مدنيين في محافظات مختلفة مثل تعز وعدن والضالع ولحج بدرجة رئيسية، والتي قتلت وجرحت العشرات من المدنيين أيضا. ينبغي أولا أن نقول أن هذه الخطوة هي خطوة متأخرة، ونسعى أن يكون التحقيق موضوعي وشفاف، أن يخرج بخلاصات حقيقية تستطيع من خلالها دول التحالف تقييم عملياتها ومدى التزامها بالقانون الإنساني الدولي، واتخاذ إجراءات لازمة لإنصاف الضحايا المدنيين الذين طالتهم هجماتها، وإجراء مساءلة للمسؤولين عن هذه الهجمات سواء كانوا يمنيين أو من قيادات قوات التحالف مهما كانت مواقعهم ومسؤوليتهم. ينبغي المساءلة تجاه هؤلاء المدنيين الذين سقطوا، هي بالتالي تلقى لمستوى جرائم حرب بالضرورة. الخطوة مهمة، نعتقد أنها استجابة متأخرة للضغط الدولي، هناك تحقيقات تبينها المنظمة الدولية على الأرض، ينبغي أن يخلص هذا التحقيق لخلاصة موضوعية ومناسبة للضحايا، وأن لا يكون مجرد استهلاك لخطوة ضرورية ومطلوبة من قبل المجتمع الدولي. طيب، هل هي خطوة كافية للحد من سقوط ضحايا المدنيين باعتقادك؟ هي ليست خطوة مهمة، ليست خطوة كافية. التحقيق في بالنسبة للانتهاكات، الانتهاكات القانون الإنساني الدولي يحتاج للجنة تحقيق دولية، وهو الأمر الذي عرقلته السعودية وحلفائها في مؤتمر في جنيف خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي. ينبغي أي طرف يعتقد أنه ليس متورط في انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين من جميع أطراف الصراع في اليمن، ينبغي عليه تشكيع وتأييد إجراء تحقيق دولي محايد وشفاف للوصول بالتالي لحقائق ما حصل للمدنيين في اليمن والانتهاكات التي طالتهم والمسؤول عنها بموجب القانون الإنساني الدولي، وبالتالي التأثير على من أجل يعني اتخاذ إجراءات ملائمة لحماية المدنيين في المرحلة المقبلة. طيب، اسمح لي أن تبقى معنا أستاذ عبد الرشيد. أعود إلى الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب معنا من الرياض. أستاذ سليمان، يعني أنا سمعت حديث الأستاذ عبد الرشيد، والأستاذ عبد الرشيد ليس من جهة يعني داعمة لإيران، تحدث عن سقوط ضحايا مدنيين في اليمن، عن سقوط أطفال ونساء في هذه الغارات، والمعروف أن التحالف العربي يسيطر على الأجواء في اليمن، وليس من المعقول أن تقصف طائرات غير طائرات التحالف في أي منطقة يمنية إلا إذا كانت صواريخ خارجة من أراضي يمنية. برأيك كيف سينفذ التحالف العربي تعهداته بهذا الخصوص إذا ما علمنا أنه لا يمكنه النزول ميدانيا في هذا الوقت الحالي؟ يعني هذا الأمر يدفع للتشكيك في منطقية هذه الخطوة الآن. بالنسبة قصدك للتحقيق، لجنة التحقيق؟ نعم، أولا لجنة التحقيق هذه لجنة خبراء مستقلة ليست تابعة للتحالف، وتستعين ب قانونيين وبخبراء أسلحة. هي تابعة لمن إذن؟ خارج التحالف، خارج يعني هي جهة مستقلة ولكنها خارج إطار التحالف العسكري العربي، يعني هي مستقلة
من الناحية الفنية والإدارية، ولذلك فهي ستستخدم آليات دولية وستستعين بخبراء وقانونيين على المستوى الوطني والإقليمي وحتى الدولي، ولها كامل الحرية في مقابلة من تشاء وفي مشاهدة الوضع على أرض الواقع. أما سؤالك كيف تتحقق على أرض الواقع، هذا يعود للحوثيين الذين يسيطرون على بعض مناطق اليمن، إذا كانوا يريدون خروج الحقيقة أم لا. لا، هو القصد كان الحديث عن حديث العميد عسيري كان عن صعوبة وصول مراقبين دوليين الآن إلى الأرض هناك، فكيف ستقوم هذه اللجنة بإيصال هؤلاء الخبراء إلى الأرض ليتقصوا الحقيقة هناك؟ أعتقد أن التحالف قال أنه يمكن للجنة الاستعانة بخبراء دوليين، وسيتم التنسيق مع الأمم المتحدة، وسيتم التنسيق مع منظمات. هذه ليست لجنة تابعة لقيادة التحالف، هذه لجنة مستقلة تستعين بمن تشاء ولها الاستقلالية الفنية والإدارية وحتى السياسية، وهي لها حرية التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية ومع من تشاء. وأعتقد أنها بهذا الوصف سيتاح لها مرونة الحركة، وإذا شاء الحوثيون أن يعطلوها فهذا شأنهم، لأنهم لا يريدون لأحد أن يصل إلى الحقيقة، يريدون الحقيقة كما يصوروها وكما يصيغوها هم. ولكن إذا أريد للحقيقة أن تكون فلا بد أن تصل لجميع الأطراف، ومن المآخذ التي أخذتها قيادة التحالف على تقرير الأمم المتحدة أنه لم يتصل بالتحالف ولم يأخذ رأيه أو معلومات فنية أو حتى سياسية منه، ولم يأخذ وجهة نظر الطيارين أو القيادة العسكرية أو خرائط، أو مجرد أنه استعان بشهود عيان من بيئة يسيطر عليها الحوثيون. طبعا شهود العيان في بيئة تسيطر عليها ميليشيا لن يكونوا مستقلين ولا أحرارا، وربما أنهم لقموا الإجابات أيضا. فلذلك المعلومات التي حواها التقرير الخبراء الأمم المتحدة هي معلومات مزيفة وغير حقيقية، لأنها أولا اعتمدت آلية ممكن أن تخترق، وأدواتها أدوات ضعيفة، كما أنها لم تتعاون مع الطرف الآخر الذي تريد هي اتهامه، وأطلقت الاتهام وكأنه اتهام سياسي وليس حقوقي. إذن شكرا لك الكاتب سليمان العقيلي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أعود إلى الأستاذ عبد الرشيد الفقيه معنا من صنعاء. أستاذ عبد الرشيد، سمعت كلام الأستاذ سليمان، يعني هو قال أن هذه اللجنة ستكون مستقلة بقدراتها الفنية، ستكون لجنة محايدة إلى حد كبير كما سمعنا، ما تعليقك على كلام الأستاذ سليمان؟ أولا لا يوجد لجنة مستقلة يشكلها طرف، هذه لجنة شكلها أحد أطراف الحرب. ينبغي أن نفهم وظيفتها في هذا السياق. أما اللجنة المستقلة فينبغي تشكيلها بآلية دولية، إما يشكلها مجلس حقوق الإنسان أو تشكلها الأمم المتحدة أو أي مؤسسة الأمم المتحدة المعنية بهذا الخصوص. إذا كانت الأطراف اليوم تريد حسم الجدل بشاء انتهاكات حقوق الإنسان، هناك خبرة دولية في هذا المجال ينبغي تشجيع وتأييد علنا، تشكيل لجنة تحقيق دولية لكي تستطيع الوصول لمختلف مناطق الصراع وتحديد مسؤولية كل طرف حول انتهاكات حقوق الإنسان التي باشرها، خبرات دولية معروفة في هذا المجال. الكثير من المنظمات الدولية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، وصلت إلى مكان الصراع ودخلت فرق وخبراء دوليون ومن خارج أطراف الصراع ومن خارج اليمن، ودخلوا إلى كثير من المناطق تحققوا بالانتهاكات بعيدا عن سيطرة الأطراف وبعيدا عن رؤيتهم وروايتهم لما حدث.
ينبغي على أطراف الصراع التأييد على من تأييد تشكيل لجنة تحقيق دولية لحسم هذا الجدل. طيب أستاذ عبد الرشيد، ما هي المناطق التي قام بها فريق الخبراء هذا في تقصي الحقائق هذه؟ هل هي يعني مناطق غير يعني غير مسيطر عليها من قبل الحوثيين حتى لا يعني تكون تهمة أن هناك إملاءات على الشهود وهناك ضغوط عليهم وهناك خطر على حياتهم في حال أدلوا بمعلومات غير متسقة مع أصحاب السلطة على هذه على تلك المناطق؟ نعم نعم، عمل عمل الخبراء الدوليون خارج مناطق سيطرة جماعة الحوثي وبعيدا عن أعينهم. لدى المنظمات العاملة في هذا المجال خبرة وتستطيع الوصول للمناطق والشهود بطريقة آمنة وسلسة لا تسمح لأي طرف لفرض روايته سواء من خلال الشهود أو من خلال الأدوات. هناك الكثير من الأدلة جمعت، الكثير من بقايا الأسلحة حددت هوية السلاح لكل حادث من الحوادث التي تم التحقيق فيها. هناك الأقمار الصناعية تزود أيضا بصور للحوادث وتبين حقيقة ما حدث في المكان المفقود أو الذي يتم التحقيق فيه. هناك الكثير من التقنيات يتم استخدامها للتفقد والتحقيق في الوقائع الانتهاكات بطرق حديثة تساعد على الوصول للحقيقة وتحديد الجهة المنتهكة. طيب اسمح لي أن تبقى معنا أستاذ عبد الرشيد. ينضم إلينا الآن من القاهرة الناشط السياسي حمزة الكمالي. مرحبا حمزة. مرحبا عزيزي، حياكم الله. خلال الأسبوع الماضي حمزة كان هناك تنديدين من البرلمان الأوروبي ومن خبراء أمميين يعني ضد عمليات التحالف في اليمن. هل تعتقد أن التحالف يتعرض لضغوط غير مبررة، خصوصا أن هذا التنديد لم يتوازى بشكل مع أو بآخر مع تنديد مماثل لانتهاكات ميليشيا الحوثي؟ أولا، موضوع التنديد الذي أصدر من برلمان الاتحاد الأوروبي هو مجرد خبر غير صحيح، تسريب لمسودة قرار تقدم به حزب الصدر الألماني. هذا حزب يعني معروفة توجهات اليسارية المتطرفة ضد العرب بشكل عام، لكن لا يعني هو لم يكن مشروع قرار، هو مجرد كان يعني لم يكن قرار، هو كان مشروع قرار. هناك مشروع قرار آخر أكثر توازنا واعتدالا سيتم المفترض التصويت عليه بعد 3 أيام. الشيء الآخر بخصوص تقرير لجنة الخبراء، يعني نحن نقول أن لجنة الخبراء كان لها مهمة معينة. هذه اللجنة يعني ذهبت للتحدث عن يعني عن كان مفترض أن تستلم المعرقلين العملية السياسية، لكن هذا ليس مشكلة. في الأخير نحن يهمنا أن يتم حماية المدنيين في اليمن. حماية المدنيين في اليمن يجب أن يتم دعم التوجه الوطني في التحقيق في جائحة حقوق الإنسان. يجب أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه. المجتمع الدولي يواجه مشكلة ومعضلة كبيرة في اليمن. حتى هذه اللحظة لم يستطع المجتمع الدولي وأكبر هيئة فيه وهي مجلس الأمن من تنفيذ القرار 22/16 حتى اللحظة، رغم يعني مرور حوالي 9 إلى 10 أشهر منذ إصداره. نحن نواجه مشكلة حقيقية في دور المجتمع الدولي في اليمن. لا يوجد أدوات حقيقية لإنفاذ قرارات المجتمع الدولي، لذلك نحن نتخوف أنه إذا ما تم الذهاب نحو أي صيغة للعدالة القانونية أو ما إلى ذلك أنه لن تكون نافذة ولن تكون مؤثرة. الأوضاع في اليمن تقول بشكل واضح بأنه يجب أن يتم استعادة الدولة لتعود الأمور إلى لتعود المنظمات الدولية والهيئات الدولية للعمل كما كانت عليه سابقا وتكون قوية، لأنه الوضع الآن غير متزن، الوضع الآن ضعيف، وضع البلاد هش، هناك مناطق مقسمة، هناك نقاط تتقابل مع بعضها البعض، المعركة تقترب من صنعاء. يعني الوضع اليوم أصعب بكثير من الحديث، ببساطة أن الناس يريدون لجنة تحقيق دولية وكأنها اللجنة ستأتي على وضع مناسب. لم نستطع إيصال المساعدات أصلا، فكيف لنا أن نساعد اللجنة الدولية في العمل في اليمن؟ طيب ابقى معي أستاذ حمزة، أعود إلى أستاذ عبد الرشيد. أستاذ عبد الرشيد، يعني كثير من البرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لم يستطع إيصال الغذاء إلى داخل تعز، توقفت الشحنات هناك، فكيف يمكن كما قال الأستاذ الدكتور حمزة الكمالي إيصال أو التأكد من أو وصول هذه الخبراء الدوليين إلى داخل مناطق صراع تشهد يعني توترا في البلد وحربا؟ أهم الصعوبات وصول الإغاثة هي القيود المفروضة على وصول هذه الإغاثة هو انتهاك أيضا، ينبغي إدانته ورفضه ومطالبة بإنهاء هذه القيود المفروضة
على وصول المساعدات والإغاثة للمناطق المتضررة في تعز في مدينة تعز داخل مدينة تعز. وصول بعثة تحقيق دولية أسهل بكثير من وصول مواد الإغاثة بسبب عدة عوامل، وينبغي الضغط باتجاهها على الأطراف. أنا لا أقول أن الوضع رومانسي يمكن أن يمشي لكن ينبغي الضغط من المجتمع الدولي، وينبغي أن تعلن الأطراف صراحة إذا كانت حريصة على بيان الحقيقة في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مختلف الأطراف، ينبغي تأييد هذه الخطوة علنا، وبالتالي إثبات هذا التأييد على أرض الواقع، إثبات هذا التأييد بتسهيلات حقيقية لهذه اللجنة. وأعتقد أن هناك خبرة دولية كبيرة في هذا المجال، هناك لجنة دولية دخلت إلى سوريا الحالية. يعني دعنا لا نخرج عن نطاق دولي أكثر حتى نركز الحديث عن اليمن أستاذ عبد الرشيد، لكن يعني بسؤال أخير وين بعجلة لو سمحت، هذه اللجنة وغيرها من اللجنات وما يعني ما تطلبونه، هل يهدف إلى التحقيق وعمل الآن محاكمات لمن يقوم بانتهاكات ضد المدنيين في ظل وضع حرب من الصعوبة بمكان توثيق هذه الأشياء، أم تهدف إلى الحد مستقبلا من استهداف المدنيين؟ الهدف من التحقيق هو الهدفين معا، ينبغي اولا على الاطراف تحمل مسؤوليه تجاه المدنيين، اولا معرفه الحقيقه لان هناك سجل كبير بين الاطراف وانصارهم، ينبغي اولا معرفه الحقيقه. الثاني الهدف هو مساءله من كان بهذه الانتهاكات وانصاف الضحايا وتعويضهم التعويضات اللازمه، ومساءله من باشر هذه الانتهاكات مختلف الاطراف اطراف الصراع. نعم، إذن شكرا لك رئيس منظمة مواطنة لحقوق الإنسان أستاذ عبد الرشيد الفقيه، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أستاذ حمزة، يعني سمعت كلام الأستاذ عبد الرشيد، وبنفس الوقت إذا ما عدنا إلى إعلان التحالف وناقشناه أكثر معك، كيف ستؤثر أو سيؤثر هذا الإعلان على عمليات التحالف على الأرض؟ هل سيكون هناك الكثير من الدقة أو أكثر دقة في تحديد الأهداف؟ كنت اتمنى ان يبقى الاستاذ عبد الرشيد على الخط لكي يستمع لوجهه نظري، لانه للاسف منظمه مواطنه يعني هي لها وجهه نظر خاصه لا احترمها جدا، لكن انا اقول هناك فرق كبير جدا بين المامول والممكن. اعلان التحالف بالامس اعتقد انها كانت خطوه شجاعه بالتقدم بهذا البيان الذي يوضح بان التحالف يريد ان يوضح الحقيقه، وهو يريد هدفه الثاني والرئيسي وهو اعاده الشرعيه في اليمن وحمايه الشعب اليمني. لذلك انا اعتقد انه اتحدى حتى وانا عبر قناتكم اتحدى الحوثيين والصالح ان يقدموا على خطوه مماثله، هم يرتكبوا الجرائم وينكروا ولا يريدون التحقيق ولا يريدون الحقيقه، هم بل بالعكس يستخدموا المنظمات، واعتقد ان جميع منهم في اليمن يعلموا ذلك، يستخدموا المنظمات الدوليه عبر اشخاص معينين، اشخاص في ثقتهم مقربين من جماعه الحوثي بنقل حقيقة مزيفة عما يحصل في اليمن بتضخيم حوادث معينة وتجاهل حوادث أخرى. هذا العمل الذي يحدث للأسف أفقد ثقة اليمنيين في المنظمات الدولية. هو السؤال أستاذ حمزة ليس عن المنظمات، عن المنظمات الدولية هو عن التحالف الآن، يعني لا نريد الخروج عن هذه النقطة، هل سيؤثر ذلك في وضع عمليات التحالف يعني ضرباتها بشكل اكبر دقه؟ وضع عمليات التحالف مستمر، يتم يعني ما لدي المعلومات ان هناك مراجعه لجميع الاهداف، ان هناك عمل على رصد ان كان هناك اخطاء ومعالجتها بشكل مباشر، هذه خطوه مهمه لن يؤثر، عمليات التحالف مستمره. اليوم اصبحت يعني ان كانت سؤالك بشكل مخصص على تأثيره على التحرك العسكري، أنا أقول لك لن يؤثر أبدا، التحرك العسكري مستمر حتى استعادة الشرعية في جميع المناطق اليمنية. اليوم أصبح التحالف أقرب إلى صنعاء وإلى صعدة مما كان عليه قبل شهر وشهرين، والأهم من ذلك عزيزي أنه يجب أن يكون هناك حرب، يعني رفع يافطة الحرب العادلة وليست الحرب التي يحاول أن يصورها البعض كأنها حرب باستهداف المدنيين، وهذا أمر خاطئ تماما. ليس ولنكون واقعيين، ليس هناك في اليمن ابدا ما يدعو مثل ما يقولوا انه شيء سيستفيد منه الاخرين، بل بالعكس من تدخلوا في اليمن هم بالاخير يخسروا ويدفعوا من دمائهم ومن اموالهم. اليمن ليست بلد نفطيه ولا بلد فيها يعني موارد من الذهب ومن الابار التي يتحدث عنها او الغاز، اليمن بلد تربطها باشقائها علاقه جغرافيا، وهذه العلاقه حتمت عليهم ان يتدخلوا وهم يعلموا بانهم سيخسروا وانهم سيقف المجتمع الدولي ضدهم، لان المجتمع الدولي للاسف
حتى 21 سبتمبر كان واقفا مع الحوثيين ولم يتحرك ساكنا عندما قتلت العاصمة وعندما قتل الناس وشرد وحوصل الرئيس وحوصلت الحكومة. لذلك أنا أقول أنه التحرك العسكري لن يرتبط بأي حدث وبأي طريقة من الضغوط التي نشاهدها اليوم. هناك تحرك ثابت لاستعادة الشرعية وهو سيبقى حتى تستعاد اليمن بأكملها. إذن شكرا لك الناشط السياسي حمزة الكمالي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. في الأخير تقبلوا تحياتي أنا وجيه السماء في التقديم وكمال حيدرة في الإعداد وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.